أن يكون رئيس البرلمان رئيس مجلس النواب من المنتخبين ولا من المرشحين أو قول واحد من المنتخبين قول واحد قول واحد من المنتخبين عشان العالم ما يضحكش علينا بس لم تعقم نساء مصر أن يلدن رجلا يصلح رئيسا لمجلس الشعب لأنهم ولدوا رجالا صلحوا لرئاسة الجمهورية ورئاسة المؤسسات الوطنية والحرب على الإرهاب وتقديم الشهداء فمش هيعدموا أنهم يقدمونا من المنتخبين دول رجل يصلح. بس كان في تجارب سابقة رؤساء برلمانات من المعينين دكتور رفعت المحجوب مش بعد ثورتي ما ينفعش مش بعد ما العالم كله قاعد يبص لك انت دلوقتي تجربة العالم كله بيبص هتعملي ايه طب وانا اوجع دماغي ليه وانا كل العالم يقعد يقول لك عينوا رئيس ليه طب مين من المرشحين او المنتخبين الأصلح. حضرتك شايف انه الأصلح. يبقى صالح جدا انه يبقى رئيس مجلس نواب الاصلح زي مين كل الناس يعني في ناس كتير جدا كويسه زي مين إن يعني هم بيتكلموا عن علي عبهان كويس مع حفظ الالقاب للناس كلها استشار سر الصيام كويس استاذ كمال احمد اقدم برلماني كويس بس سر الصيام معين سوري بلاش سر الصيام اتكلموا على علي عبد الاحد اتكلموا عن كمال احمد ها بيتكلموا عن مش عارف اسامه العبد بيتكلموا اهلا وسهلا طب